أكلة أشهر من أن تعرف، كفتة وبطاطا بلا توصيرة. منبلش نص كيلو من الهبرة الحمراء، 20% دهن، منزيد عليها نص ملعقة من القرفة، نص ملعقة من السبع بهارات، نص ملعقة من البهار الأسود، ملعقة صغيرة من الملح. من بعدها بصلة فرم ناعم. منبلش منقص بهذا الشكل أول شيء، بصل من بعد ما يكون الفرم ناعم، بصلة كاملة على قلب خليط اللحمة والبهارات. نرجع نخلط المزيج كله سوا بس لحتى هالمكونات كلها تاخد على بعضها. أكيد إيدينا نضاف، لحمة منحطها على جنب. منبلش مكسر، منزيد 500 ملي من المي، فوقها 50 جرام من الزيت، أكيد زيت الزيتون، ربع عصر حامض، ملعقتين صغار من الملح، 4 ملاعق كبار من رب البندورة بهيدا الشكل. نرجع ملعقتين كبار من ورق النعنع، ورق النعنع اللي رح ياخد هيدي الصوص صدقوني لغير مستوى. نرجع منزيد نص بصلة، 4 حصوص من الثوم، ومكعب من مرقة اللحمة. مندور، منطفي. تقريبا 6-7 ملاعق من زيت الزيتون، قطع من البطاطا تقريبا مقصوصة على سنتي سماكة، منحطها بقلب الزيت من بعد ما يحمى، وهني والبطاطا على النار بدنا اياهم على نص قلية. منبلش بالبصل كمان ترانشيت بهيدا الشكل على سنتي سماكة، كمان بندورة نفس الطريقة بهذا الشكل، منقصه ترانشيت سنتي، 4 دقايق على كل ميل، ما بدنا نسوي البطاطا كتير. منبلش نقلبهم بهالوقت، ناخد شوي من هاللحمة، منجرب نعملهم بحجم البصل والبندورة والبطاطا يلي قصيناهم. اللحمة خلصت، بطاطا نص قلية منشيلها من المقلية، منحطها على جنب، وهلا منحضر للصحن يلي بدنا نحطه بالفرن. بهالطريقة لحمة، بطاطا، بصل وبندورة، ونصفهم بهيدا الشكل. منكمل كمان بالنص، منحط باقي اللحم والخضرة اللي بقيت عنا، منقفلها بهذا الشكل. منزيد نرجع الصوص الرائعة يلي حضرناها بهذا الشكل كلها فوقها، نرجع منغطي بالألمنيوم. شوفوا بس ملا طبق رح يفوت على الفرن. من بعدها على فرن محمى 200 درجة لمدة 30 دقيقة، منشيل الألمنيوم ومنرجع منخليها جوا 25 دقيقة تانية لحتى نطلع الطبق المميز. وهلا من بعد 55 دقيقة ما بتصدقوا هالطبق اللي حيطلع عنا من الفرن من بعد ما يكون برد، بس شوفوا لي ملا طبق.